مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وأنا بشكرك على اهتمامك المستمر بقضية مكافحة الإدمان. يمكن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو منوط بتطبيق هذا القانون بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي. هيبقى فيه لجان مشكلة من الثلاث جهات، واللجان دي الحقيقة هتجوب الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات ذات النفع العام. ويعني خليني اقول لحضرتك كده نبذه سريعه على فلسفه هذا القانون. ان الهدف الاساسي من هذا القانون هو مش ابدا فصل الموظف المتعاطي، ولكن الهدف الاساسي هو حمايه ارواح الابرياء، ان ما يكونش فيه مزيد من الارواح اللي يعني بتروح جراء مباشره العمل تحت تاثير المخدرات، ان يبقى فيه سائق او يبقى فيه عامل او ما الى ذلك يباشر عمله تحت تاثير المخدرات. وبالتالي هو الهدف الأساسي هو حماية المجتمع وحماية أفراد المجتمع. طيب دكتور اتفضل أهم جنود هذا القانون الحقيقة، رغم أنه هو تم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية في منتصف يونيو الماضي، نحن إدينا فترة 6 شهور للتقدم للعلاج بالنسبة للموظفين. وبالفعل إحنا يمكن في خلال الفترة دي تقدم إلينا ما يقرب من 9000 موظف طالب للعلاج في يعني مختلف الجهات المعنية. طيب دكتور، هل هناك مبادرات جديدة سيقوم بها الصندوق في إطار تطبيق هذا القانون؟ يعني خلينا أقول حضرتك أن القانون إحنا الفترة اللي فاتت إحنا يعني حملات الكشف كانت مستمرة على مستوى 29 وزارة في كل محافظات الجمهورية. نعم. إحنا تقريبا عملنا ما يقرب من يعني كشفنا على حوالي 450 ألف موظف في مختلف الجهات، وقدرنا ان احنا نخفض نسب التعاطي من 8% في مارس 2019 الى 1.7% في الفتره الحاليه. متوقع ان كمان مع تطبيق هذا القانون هي النسب هتنخفض بشكل كبير. احنا كمان في الفتره الحاليه مش بس بنطبق القانون في الجهات الحكوميه، ولكن كمان مشغلين مع الاداره العامه للمرور حملات مكثفه داخل الطرق السريعه والطرق الداخليه، ايضا سائق الحفلات المدرسيه. الحقيقه عندنا حملات مكثفه، احنا في الشهر ونص اللي فاتوا كشفنا على اكثر من 4500 سائق حافله مدرسيه، وقدرنا ان احنا نخفض نسب التعاطي ما بينهم من 12% الى 1.2% في الفتره الحاليه. في نفس الوقت احنا عندنا توسع في المراكز العلاجيه بشكل كبير، احنا تقريبا دلوقتي عندنا 28 مركز علاجي بيقدم خدمات علاج الادمان مجانا وفي سريه كامله. ان شاء الله عندنا خطه طموحه ان يعني في خلال السنتين القادمتين هيتم تعميم خدمات العلاج في كافه محافظات الجمهوريه. احنا دلوقتي عندنا خدمات العلاج في 17 محافظه، ان شاء الله نغطي كل محافظات الجمهوريه بعلاج الادمان المجاني والسري. عايز اقول لحضرتك احنا يعني منذ بدايه هذا العام حتى الان احنا جالنا حوالي 116 ألف مريض ادمان استفادوا بخدمات العلاج مجانا وفي سرية كاملة. شكرا ليك